اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هرم الملك ساحورع. ودلوقتي هنتكلم عن الممر الموجود في المجمع الهرمي للملك ساحورع. الممر ده بالتحديد طوله 235 متر وبيوصل بين المعبد العلوي ومعبد الوادي. اتبنت جدران واسقف وارضيات الممر ده من الحجر الجيري ولسه محتفظه بحالتها لغايه يومنا هذا. وبين الواح الممر ده في شقوق ضيقه موجوده بين كل حجر وحجر. الشقوق دي مهمتها ان هي تسمح بمرور الهواء ومرور النور. من الحاجات المميزه جدا في الممر ده ان تم تغطيه جدرانه بالنقوش، والنقوش دي اكتشف بعض منها في تسعينيات القرن الماضي من خلال عمليات البحث والتنقيب اللي كانت بتتم في خلال مجمع اهرام الملك ساحورع. ومن ضمن الحفريات دي حفريه بتصور راس الملك وهو على جسم بيشبه جدا جسم ابو الهول، وبتصوره وهو بيدوس اعدائه. من ضمن النقوش دي كان في نقش منهم بيصور الملك ساحورع وهو موجود مع الحاشيه الملكيه في جنينه القصر. ومن ضمن النقوش اللي كانت موجوده نقش موجود فيه اسم الملك، وجنب اسمه موجود لفظ اسمه رع نفر ومعناه حاكم مصر العليا والسفلى. وفي نقش تاني من النقوش بيصور الملك ساحورع وهو موجود في حديقه القصر وبيزرع شجره من المر. وفي نفس الكتله الحجريه موجود نقش تاني بيصور اربع سفن راجعه من رحله استكشافيه في بلاد بونت ومعاهم اشجار المر ووفد من بلاد بونت. من ضمن الحفريات اللي تم اكتشافها حفريه عليها نقش، نقش ده نقش بارز وده كان عكس جدا النقش الغائر اللي كان متميز بيه المصريين، والنقش ده بيبين مجاعة حصلت للبدو. ونفس النقش ده موجود برضو هو هرم الملك أوناس. دلوقتي هنتكلم عن المعبد العلوي أو المعبد الجنائزي اللي تبع مجمع أهرام الملك ساحورع، ونقول إن الشكل النهائي للمعبد الجنائزي اللي كان موجود بعد طبعا ما تمت أعمال وانتهت الأعمال اللي كانت موجودة في المعبد الجنائزي لهرم الملك ساحورع، الشكل النهائي للمعبد هو ده نفس الشكل ونفس النسق اللي اتبع بعد كده في جميع المعابد الجنائزية اللي اتبنت في عهد الأسرة الخمسة. من الحاجات الجديدة اللي أضافها المهندسين اللي كانوا مسؤولين عن المجمع الهرمي التابع لهرم الملك ساحورع إن هم خلوا المعبد الجنائزي ومعبد القرابين متصلين ببعض مش منفصلين، وكان كانوا عاملينهم في شكل ترتيبي جوه المجمع الهرمي من الغرب للشرق. وتم بناء مجموعه هرميه متكامله ومكسوه بالحجر الجيري اللي كان بيجي من محاجر طول. من برضو الحاجات الجديده اللي عملها المهندسين في معبد الهرم الملك ساحورع ان هم خلوا الجدران والقاعده كانهم شيء واحد، كأن القاعدة والجدران ملتصقين ببعض. دلوقتي هنتكلم عن هرم المصلى، وهرم المصلى ده كان هرم صغير موجود في الجزء الجنوبي الشرقي من مجمع أهرام الملك ساحورع، وده كان ليه جدران ضخمة جدا وفناء خاص بيه. الهرم ده ارتفاعه في الأصل 11.5 متر وقاعدته حوالي 15.7 متر وزاوية ميل حيطانه حوالي 56 درجة. ويتكون الجزء الداخلي من هرم المصلى من سلمين، السلمين دول معمولين من الحجر الجيري العادي ومكسوين من طبقة من الحجر الجيري الكويس جدا اللي كان بيجي من طرق. نتيجة للأسلوب اللي اتبعوه المهندسين في بناء الأهرامات وبالذات أهرامات المصلى في عهد الملك ساحورع، مع البنية التحتية للهرم السيئة جدا مع الكسوة الخارجية اللي كانت موجودة للهرم من الحجر الجيري، وقعت الكسوة دي في ايد لصوص الاهرامات في عهد الفراعنة. وقدروا علماء الاثار ان هما يوصلوا لفناء هرم الملك ساحورع اما من خلال الممر او من خلال مدخل جانبي موجود في المعبد الجنائزي بيمر برواق. الرواق ده موجود فيه عمودين، كل عمود منهم عليه اسم الملك ساحورع وعليه القابه اللي كانت موجوده. بيعتقد علماء الاثار ان كان في ابنيه تانيه موجوده في فناء هرم الملك ساحورع، بس الابنيه دي مش موجود لها اثر في الوقت الحالي. وكان في ممر موجود في الجانب الشمالي من الهرم، الممر ده بيؤدي لغرفه، الغرفه دي موجوده تحت الارض وكانت مبنيه على شكل حرف تي. مميزات الغرفه دي ان هي كانت موجهه على محورين، محور الشرق ومحور الغرب، وكانت موجوده تحت ارضيه الهرم. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل كلامي معاكم عن هرم الملك ساحورع، وهتلاقوا لينك في
الفيسبوك والتيك توك والقناه التانيه بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.